اه والاستاذ فكري عبد الشهيد المحامي اتصل وبيقول انه حضر جلسه القضيه وانها اتاجلت، بيقول لك لما يشوفك هيبقى يقول لك على كل حاجه. هو حد رفع لحضرتك قضيه يا باشا؟ لا ده حاجه هايفه، دوله تختي رفع عليها قضيه. زمني الاخبار ده للاخت ترفع قضيه على اخوها؟ ده حضرتك سندها. بكره تعال. ربنا يهدي العاصي. حضرتك عايز مني حاجه يا باشا؟ لا بس مع السلامه. اشوف حضرتك على خير. مع السلامه. حسينة انت بنت ممتازة وانا ارتحت لك، يا ريت تبقى موجودة معايا على طول. يا باشا انا مع حضرتك طول ما انت راضي عني، وحضرتك مغرقني بخيرك وبتعملني احسن معاملة. حسينة اوعي تفهميني غلط، ربنا خلق الجمال علشان الناس تشوفه وتحبه وتحترمه. قصدك ايه يا باشا؟ قصدي انك انت جميلة، بس محتاجة لمسة فنان. ممكن تسيبيلي نفسك يا باشا؟ أنا واخدة على نفسي عهد وعمري ما أقول لحضرتك لا. ممكن أغير لك تسريحة شعرك؟ عايزة يبقى شكله إيه يا باشا؟ ذوق بشوات. يلا روح عشان اتاخرت. الحمد لله على السلامه يا ابني. الله يسلمك يا مولانا. شغلتني عليك، انت خارج بقالك مده. من ساعة ما خرجت دخلت الأوضة، ما خرجتش منها إلا عشان أقابلك. الحمد لله إن الرسالة وصلتك. عرفوا منك يا طه يا ابني؟ لو كانوا عرفوا حاجة ما كنتش خرجت، كنت أنتوا كمان حصلتوني. بارك الله فيك يا ابني. أيوة بس حضرتك ما تعرفش إيه اللي حصل. من غير ما تحكي أنا متخيل كل حاجة. أنا اللي حصل معايا فوق كل خيال. الكفار يا ابني يعملوا أي حاجة. برضو الكفار ما يعملوش اللي اتعمل فيا. اهدى بس اهدى. مساء الخير يا فندم. تشرب ايه؟ شاي. هات شاي. اتنين شاي. تحت امر حضرتك. انا عايزك تمسك نفسك كده وترجع كليتك وتهتم بدراستك. كليتي ودراستي الكلام ده كله خلاص انتهى. انا زي ما كنت امين ومخلص معاك وعايزكوا تعملوني بالمثل، وزي ما كان ليكوا طلبات نفذتها انا ليا طلبات عايزكوا تساعدوني في تنفيذها. لو كان في استطاعتنا يا ابني. عايز انتقم للدرجة دي؟ عزبوك هاتك وعرض يا مولانا. اسكت وطي صوتك. ايه ده مال؟ اوعى تقول الكلام ده لحد غيري. امسك نفسك، الناس بص علينا. ايه اللي انت لابسه ده يا ابو وائل؟ هدية من سعادة البيه، ربنا يعمر بيته. وانت من امتى بتلبس لباس شفتش ومخطط؟ خدته منه عشان يمسحش اكسفه، ده مهما كان راجل خيره علينا وبيحبنا. ساكته ليه؟ ما تردي، بكلم نفسي ثانيه ولا ايه؟ قلبي مش مرتاح للراجل ده. الراجل ده اللي معيشنا في نعيم. يغور النعيم اللي من وشه. بعدين يا عبدو دي مش ريحتك. ابا انت عشان مني هديه؟ بقى كده طب شميني على حالك. اكتب يا بنت اكتب. المنطقة دي غير مرصودة وغير معروفة، شياطين جهنم ما يعرفوش عنها أي حاجة.
اتأخرت علينا كتير قوي يا شيخ شاكر. أكون عندكم لما يبقى فيه ضرورة ملحة. ابننا طه الشاذلي اللي كلمتك عنه. إن شاء الله هيرتاح معانا. الشيخ بلال أمير المعسكر المسؤول عن الإعداد والتنفيذ. إن شاء الله هتبقى أمانة في رقبته لحد ما يجهزك لتحقيق مرادك. فوزي ابن البكري. طبعا طبعا. ازيك يا فوزي؟ ازيك يا فوزي؟ اهلا بيك سعادتك معالي الباشا. ممكن ننقل مع الترابيزه؟ طبعا طبعا. تعال بينا يا عزام. ايه خير يا باشا؟ يقول لك الترابيزه دي مش متامنه كويس، شوفوا لنا الترابيزه. امن بقى. على فكره الاستجواب بتاعك في المجلس امبارح كان كويس قوي، كان حلو. انا قلت للجماعه بتوع التلفزيون يزعقوا لك، فاتفرج على نفسك. يا باشا. ادي العمه ادي له كفته دي ما بتحماش. اتفضل يا عم. على فكره نسيت اقول لك مبروك يا حاج. الله يبارك فيك. بس على ايه؟ على توكيل العربيات. ربنا يسمع منك. ده لسه كلام. الجماعه بتوع اليابان بيكملوا بياناتهم وتحرياتهم. شايف ابوك يا فوزي؟ ثلاثة بالله العظيم ما في ورقه اتمضت يا باشا. مريانة. ايه يا حاج عزام؟ انا اسمي كمال الفولي، مفيش حاجه في البلد تخفى عليا. دي حاجه معروفه معاليك. وربنا يديم المعروف. اتفضل. ربنا يتمها على خير. العقد ده هيدخل لك 200 مليون جنيه في السنه على الاقل، ودي لقمه كبيره عليك قوي يا حاج. ممكن تتحشر في زورك تزور. طب افهم معنى الكلام. احنا عايزين الربع. ربع ايه؟ ربع الارباح. طب بس مش هفهم الاول انتوا مين؟ ايه يا حاج؟ ده انا بقول عليك ابن بلد وداير. قصدك ايه؟ انا مش لوحدي يا حاج عزام. انا معايا ناس كتير قوي. بس زي ما بتقول كده ما يحبوش يظهروا في الصوره. اعتبرني مندوب. شعب محترم ما يقبلش بقلة الحياة. ايه اللي عاجبك يا باشا في الكلام الفاضي بتاع الراجل ده؟